أخبار اليوم. باشمهندس هشام مهدي، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم وبنقول لك ألف مبروك على إنك شغال كمهندس ديكور لنينجا واريور. عايزين نعرف طبيعة الديكورات نفسها، إيه الصعوبات اللي فيها واللوكيشن مساحته قد إيه، وكلمنا أكتر عن القصة دي. مساء الخير. هو بداية احنا كان اول ريسبونسابيلتي علينا هي تعريب الثيم اللي جاي من اليابان وجاي من امريكا، ان هو يبقى ثيم عربي، فده كان اول بارت من الشغل بتاعنا في الموضوع. تاني حاجة ان احنا مسؤولين عن ان احنا الاوبستكلز اللي هي العواقب اللي بيمشي بيها اللعيبة، عملنا منها النهاردة زي ما الناس شافت الصبح الديمو، اللعيبة لعبت عليه وجربوه، لكن الحقيقة اللي هنبتدي نبني فيها وذن يعني شهر او شهر ونص هو المين اوبستكل، الكورس الكبير اللي متقسم 4 ستيجز، كل ستيج تقريبا من 100 متر، واعلى ستيج اللي هي ارتفاعها 30 متر. الموضوع فيري انترستينج. انا شخصيا كنت بتفرج على البرنامج من 97 بعد بدايه البرنامج. البرنامج حلو جدا، كان نفسي اشارك فيه باي طريقه، لكن شاء القدر ان انا بعد السنين دي كلها ابقى مسؤول عن الديكورات بتاعتي. الديكور عموما تعريبه له طبيعه خاصه، فهل يا ترى حاطط تاتشات شرقي اكتر، حاطط تيمه مصري، حاطط يعني كلمني في السكه دي، ولا تعريبه هنا بمعنى ايه؟ هو مش مصري، ما نقدرش نقول مصري، لكن هو عربي. احنا شكل النينجا مألوف بالنسبة لنا ان هو محارب ياباني متسلل بيعمل عمليات خاصة زي الكوماندوز اللي في المودرن ارميز دلوقتي، لكن التعريب بتاعه حصل عن طريق لبسه اللي اتغير شوية، بقى اقرب للمحارب العربي القديم اللي برضو زي ما شفناهم النهاردة، اللي برضو عنده إمكانيات خاصة مناسبة للواقع الميدل إيست. عن لعبت في الملابس لكن الديكور ما قدرتش تلعب فيه شوية؟ لا، هو الملابس كان جزء من الموضوع، لكن الديكور يمكن دخلنا فيه شوية جزء من شكل الأوباب العربي مع شوية مودرن لوك، لكن حافظنا على الثيم برضو بتاع الالوان بتاعت البرنامج اللي لازم تبقى ليها ايدنتيتي في الاخر. بنبارك لك وبنتمنى ان احنا نشوف ديكور مميز، واكيد هيبقى مميز، وبنقول لك الف مبروك وشرفتنا بقى وتخبرني. نشوفكم ان شاء الله مع التصوير البرنامج. ميرسي، شكرا.